ركلة جزاء مانجو. إذن التنفيذ أمانجو ولؤي العمايرة والكرة داخل الشباك وهدف. الهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول في هذه المباراة، الهدف الذي يشعل بالتأكيد المدرجات، المدرجات هنا في ملعب الأمير هاشم بن رمزة. إذا نتابع الفرحة، فرحة الرماتنا بهذا الهدف الذي جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها أمانجو بنجاح في مرمى لؤي العمايرة. إذا أولى أهداف أمانجو مع رماتنا في هذا الموسم، أولى أهداف رماتنا في هذا الموسم، نتابع على الزاوية اليمنى لؤي العمايرة معلنا الافتتاح. محمد القصاص ولكن تعود فيصلاوية. شريف عدنان يخلص الكرة أمانجو. إذا هناك يبدو أنها أوفسايد، يبدو أنها أوفسايد. إذا سنتابع هذا الهدف الثاني والهدف الثالث. تسلل واضح الحالة. نعم نتابع الآن. لا لم تكن في التسلل. اللحام مصعب اللحام يعكس كرة، يعكس كرة وجول. هدف أول عن طريق اللاعب العاجي أمانجو. أمانجو يضع فريق الرمثة بتمريرة ولا أروع. نجم اللقاء حتى الآن الاستقبال بالرأس للاعب مصعب اللحام والتمريرة حسب الأصول وإنهاء الهجمة بدون أي فلسفة من أمانجو داخل المرمى. هدف أول لمصعب فريق نادي الرمثة، تقدم مستحق حقيقة في مجمل، في ملخص لمجمل الدقائق، تقدم مستحق. كانت تمريره ولا اساس تمريره لامانجو، امانجو، امانجو، وسقوط لامانجو، والحكم يحتسب ركله جزاء، ركله جزاء لمصعب فريق نادي الرمثة، وبطاقه صفراء، بطاقه صفراء اعتقد، وركله جزاء تم احتسابها مع نهايه احداث الشوط الثاني لمصعد فريق نادي الرمثة. ولكن الفارق ان من تصدى للجزاء في كان موجود حارس الرمثة عبد الله الزعبي، ولكن الان امانجو يعكس كره الان فرصه حمد قصاص. امانجو يعكس كره ومحمد قصاص كره في غفله من المدافع احمد ديب يسدد امانجو. امانجو جوار محمد خير، امانجو، امانجو لمحمد خير، والان محمد خير، محمد خير يقدم، محمد خير، امانجو، امانجو يستقبل الكره ويمرر باتجاه محمد خير، كره والاروع، ومره ثانيه يتجاوز احمد ديب، وحده سجل 131، امانجو وجول. هدف ثالث عن طريق اللاعب العاجي امانجو. امانجو يسجل ثالث اهداف فريق الرمثة، يسجل ثالث اهداف فريق الرمثة. امانجو صنع هدفين وسجل الهدف الثالث، والاستقبال من قبل امانجو. امانجو يسدد داخل المرمى، امانجو يسدد، قدم كمهاجم و هدف التقدم لمصعد فريق نادي الرمثة. شفنا العرضية الرائعة جدا على السيناريو، الهدف الأول نسخة على كرمون، الهدف الثاني هو علي خوينة يسجل من يعني كرة عرضية، والأحلى والأجمل وأمانجو يكملها في المرمى. شفنا اللمسة الفنية الساحرة من أمانجو، ويضع استلام النظر ثم اللعب الكرة بشماله، وأمانجو بقدم اليسرى على يسار الحارس اللي هو فراس صالح. هدف فهد العمري، أمانجو والهدف في الزاوية اليسرى للحارس فراس، هذا هو النجم يعني اللي شاهدناه واللي صنع الهدف الثاني للرمثة على طول في منطقة على أجواء المباراة. أمانجو بشكل سريع، أمانجو لدغها الإفريقي، عباها الإفريقي، عباها العاجي، والفرحة من ساحل العاجي للرمثة، فرحة رمثاوية وبداية نارية للحصة الثانية. جمهور الرمثة فرحان وجمهور، وشوف الكرة التمريرة، وكان مصعب اللحام يستعد للدخول، أمانجو استقبلها وفي المكان
صاحب اللحم، مو صاحب اللحم، امانجوا 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 يسدد جول. هدف التعادل عن طريق اللاعب امانجوا. امانجوا يسجل هدف التعادل لمصلحه فريق الرمته. هدف في الدقائق الأخيرة واللحظات الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للمباراة عبر اللاعب أمانجوا. أمانجوا يستقر مصعب اللحام الاستقبال لأمانجوا. يشاهد يتقدم يتجاوز لاعب بنزور يسدد كرة وحاول معتز، ولكن الكرة كانت أرضية قوية وبالتالي كرة تتهادى داخل الشباك. هدف التعادل لمصلحة فريق نادي الرمثة ونتيجة لغاية الرمثة أخطر كما ذكرت. أمانجوا كرة بينية، محمد خير محمد خير محمد خير. هذا اللاعب أمانجوا سجل هدف وصنع هدف التقدم لمحمد خير. محمد خير يسدد ويسجل في مرمى فريق الأصل.